وهي مؤشر واضح للعالم بأن هناك على استراتيجية تربط الطرفين. هناك مدارات عديدة يتم بحثها تتعلق بموضوع التسليح، تتعلق في الجانب الأمني، تتعلق في الجانب الاقتصادي، تتعلق في مواجهة الإرهاب، تتعلق في مواجهة تمويل الإرهاب، تتعلق في تعزيز التعاون في المجال التعليمي. فهذه المبادرات قائمة ونسعى لتفعيلها وتكثيفها والاستعجال في تطبيقها خدمة لمصلحة الطرفين. القمة العربية الإسلامية الأمريكية هي قمة تاريخية وهي الأولى من نوعها، وكما ذكرت هي مؤشر واضح بأن الطرفين يرغبون أن ينتقل حوار إلى حوار شراكة وإلى حوار إيجابي. سيلقي الرئيس ترامب كلمة أمام المؤتمر، سيكون التركيز على مواجهة التطرف، مواجهة الإرهاب، على نشر أفكار التسامح والتعاون والتعايش. هيكون التركيز على خلق شراكة بين الولايات المتحدة والدول العربية والإسلامية في عدة مجالات. سيتطرق إلى أمور الشباب وكيف والتعليم والتقنية والتجارة والاستثمارات. ونتوقع بإذن الله أن يكون هذه القمة حدث تاريخي يفتح كما ذكرت صفحة جديدة بين العلاقات بين الدول العربية والإسلامية والولايات المتحدة والغرب بشكل عام. فمرة ثانية نحن نتطلع لهذه الزيارة التاريخية، ونحن نتطلع إلى زيارة القادة من العالم العربي والإسلامي. وأحد أهم المؤشرات على لأهمية هذه الزيارة وأهمية هذه القمة هي مستوى تمثيل الدول المشاركة. نتوقع إلى الآن أن يكون هناك تقريبا 37 قائد بلاد بين ملوك ورؤساء، وإلى الآن توقع أن يكون هناك 6 رؤساء حكومات. فهذه أرقام ومستويات غير مسبقة في قمم دولية، وتؤشر على أهمية هذه القمة التاريخية وعلى حرص قادة الدول العربية والإسلامية في المشاركة في مثل هذه القمة. كما لا يكفي أن ننوه بالجهود التي قام بها سمو ولي العهد في التعاون مع الملف الأمريكي، والزيارة الأخيرة التي قام بها لمدينة واشنطن التقى فيها بالرئيس ترامب وعدد من المسؤولين اللي كان، وكانت زيارة والله الحمد ناجحة جدا، رفعت بمستوى العلاقات بين البلدين ومهدت الطريق لزيارة الرئيس ترامب التاريخية للمملكة العربية السعودية. فمن هو أن أوقف الحكي وأشوف إذا عندكم أي استفسارات أو أسئلة. فرانك، thank you very much. Frank Gardner from BBC. Yes. Could I ask you هل يمكنني أن أسألك الذي تأمله أو تتوقعه المملكة العربية السعودية من هذه الزيارات فيما يتعلق بأنشطة إيران في المنطقة على وجه التحديد؟ أعتقد أن الرئيس كان واضحا جدا فيما يتعلق بالحاجة لضمان أن إيران تمتثل امتثالا كاملا بالاتفاقات النووية التي عقدت بينها وبين مجموعة الدول الخمسة زائد واحد، وكان الرئيس واضحا جدا أن انتهاكات إيران لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالصواريخ الباليستية لابد أن تكون لها عواقبها، وكان الرئيس أيضا واضحا في أن إيران دعمها للإرهاب لابد أن تكون له عواقب أيضا، وجاء أيضا أن هنالك تعليقات من الكبار المسؤولين الأمريكيين، وهنالك تحركات ورأيناه في التحركات العسكرية
الدولية وفي زيادة العقبات ضد العقوبات ضد إيران في وكانت الولايات المتحدة قد وضحت جدا أن إيران عليها أن توقف نشاطاتها المريبة في المنطقة، وسوف نعمل مع حلفائنا خاصة الولايات المتحدة لضمان أن إيران أن نشاطات إيران في المنطقة تتوقف، وأن واحترام القانون الدولي، وأن تلتزم بعدم التدخل في شؤون الغير. ونحن نعمل على ذلك وفقا لبعضنا البعض، ونعمل مع شركائنا مع الولايات المتحدة وشركائنا الآخرين في ذلك الأمر. الولايات المتحدة قد وفرت لقدرات عسكرية للخليج وللسعودية، وسوف تستمر في القيام بذلك، وتعمل الولايات المتحدة على الأمن السيبراني الإلكتروني، وسوف تستمر في العمل على ذلك. وكلا دولتينا تعملان على نظام يوفر الدعم ضد الصواريخ الوالسيات في المنطقة، كما نعمل أيضا مع الولايات المتحدة على الأمن البحري وعلى المزيد من التجارة والمزيد من وكل هذه الأمور المهمة جدا لردع إيران ولضمان أن سياسات إيران العدوانية في المنطقة سوف تتوقف نهائيا. من فوكس نيوز، تكلمت عن أفق جديدة وعلاقات جديدة. ليس من السر أن العلاقات بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة قد ربما فيما يتعلق بصفقات السلاح وإيران وما إلى ذلك. كيف تم شعور بذلك هنا، وكيف لذلك وكيف تعملان عن كثب على هذه القضايا؟ العلاقات السعودية الأمريكية بدأت في الماضي عندما جاءت في الثلاثينات من القرن الماضي، عندما جاءت الشركات الأمريكية لاستكشاف النفط إلى هنا وقاموا باكتشاف النفط، وكنا قادرين على أداء الطرق، وكانت علاقتنا شهدت العديد من اللقاءات بين أصدقائنا الأمريكيين. وفي عام 1945 مع الملك عبد العزيز، والعلاقات العسكرية في نهاية الخمسينات عندما بدأت في الخمسينات من القرن الماضي بين الولايات المتحدة والعرب السعودية، وزادت في الفترة الماضية علاقتنا من قوة إلى قوة أكثر، ودولتين تتعاملان وتتعاونان كثيرا في القضايا المهمة في الشرق الأوسط. وفي السبعينات والثمانينات عملنا معا ضد تدخل الاتحاد السوفيتي في الشرق الأوسط وفي أفغانستان، وعملنا أيضا على التعاون ضد احتلال العراق للكويت، وأيضا في الوقت الحالي عملنا معا على مواجهة الإرهاب والتطرف، ونعمل معا فيما يتعلق بالقضايا المالية والاقتصادية العالمية. ومن وقت لآخر تمر العلاقات بشد وجذب، ولا هذا الأمر طبيعي. من وقت لآخر قد يكون هناك بعض الاختلافات في الآراء وفي وجهات النظر، ولكن على المدى البعيد فإن تاريخ هذه العلاقة بيننا كانت صاعدة، ونحن الآن ربما لدينا بعض ما يقلقنا فيما يتعلق بالاتفاقات مع إيران، وقد وضح زملائنا وقدحنا هذه لزملائنا في واشنطن في ذلك الوقت. كنا نعتقد أن إيران سوف تحاول أن تجد طرقا لتلتف حول هذه الاتفاقات، ووضحنا ذلك الأمر، وأن الاتفاق سوف يكون لضمان أن إيران تكون قادرة على اكتساب القدرات النووية، ولذلك نحن قلنا أنه إذا لم يكن هذا هو الأمر فعلا، إذن لا يوجد خلاف. لكننا رأينا أن إيران معدل عدوانها يزيد ولا يقل، يوفرون أو يمدون الحوثيين بالأسلحة والصواريخ البالستية التي قد تصل إلى مديننا. رأينا أنهم يتدخلون في سوريا، ورأينا تدخلهم الملحوظ والكبير في العراق ودعمهم للإرهاب والتصوير.
اتصالاتهم مع طالبان ويحاولون التدخل في الدول في المنطقة. ولا ذلك نحن لا نرى أن سلوك إيران بعد الاتفاق الذي وقع مع مجموعة 5+1 نرى أنهم يتصرفون حتى بعدوانية أكبر. لذلك فإن إدارة ترامب تعرف ذلك وتدرك ذلك، وقد أشاروا بوضوح أنهم سيعملون مع حلفائهم على ذلك الأمر. وقلنا أيضا كما قلت سابقا أننا نرحب بذلك، والرئيس ترامب يريد أن يستعيد سيادة الولايات المتحدة وعملهم، ويريد أن يواجه داعش ونحن نريد ذلك، ويريد أن يواجه نشاطات إيران في المنطقة ونحن كذلك، ويريد أن يستعيد علاقاته مع حلفائه التقليديين ونحن أيضا نريد ذلك، ويريد أن يزيد التجارة والاستثمار بين دولتينا ونحن أيضا نريد ذلك. لذلك أعتقد أننا طموحنا ومفائلون جدا في العلاقة بين دولتينا، ونحن داعمون جدا للسياسات التي تبعها إدارة ترامب. وسوف أضيف هنا أن إحدى الخطوات التي قد اتخذها رئيس ترامب سابقا كانت الضربة التي وجهت للقادة العسكرية، التي وجهت منها الإدارة السورية هجوما كيميائيا على الشعب، وكان قرارا حكيما وسريعا. أشار للجميع للأصدقاء وللأعداء على حد سواء أن إدارة ترامب جادة، وأن هذه الإدارة سوف تتخذ قرارات صعبة عند اللزوم. أيمن الحماد، القناة الإخبارية. معالي الوزير، خلال السنوات القليلة الماضية كان هناك تباين بين الولايات المتحدة والمملكة بخصوص بعض الإشكاليات على خلفية أزمات المنطقة. اليوم نشهد خلال فترة قصيرة تحول إيجابي كبير في شكل العلاقات بين المملكة وواشنطن، تحول إيجابي حاد، بمعنى اليوم نرى زيارة تاريخية للرئيس ترامب. هل تعتقدون أن هذا التغير ناتج عن تغير في مزاج المؤسسات السياسية في واشنطن، أم تغير في حاصل فقط في إدارة البيت الأبيض؟ أنا أعتقد أنه دائما نحب أتطلع للأمام وليس للخلف. العلاقات السعودية الأمريكية كما ذكرت على مدى 7 أو 8 عقود الماضية كانت دائما تنمو وتتقوى مع مرور الزمن. من وقت لآخر يكون في بعض التباين، أو يكون في بعض الأشياء التي قد تؤثر عليها بشكل مؤقت، ولكن على مدى 80 سنة اللي فاتت من وقت الثلاثينات، من أكثر من 70 سنة منذ الاجتماع التاريخي بين المغفور له بإذن الله الملك عبد العزيز والرئيس روزفلت، العلاقات في نهضة مستمرة. كان في أعتقد أن التباين اللي الناس يتحدثون عنه بين الإدارة أوباما وبين المملكة ربما كان يعني التصور أنه أكبر مما هو كان في الواقع. كان في اتفاق بالنسبة للأهداف، كان في اختلاف في الرأي بالنسبة لكيف نصل لهذه الأهداف، وهذا شيء طبيعي بالنسبة للعلاقات بين الدول. الآن مع إدارة ترامب، وكان فيه اعتقاد بأن الولايات المتحدة يجب عليها أن تقلص تواجدها في العالم وتواجدها في منطقة الشرق الأوسط. بالنسبة لرؤية المملكة نعتقد، ورؤية حلفاء أمريكا في المنطقة، نعتقد أنه أي تقلص في الدور الأمريكي في العالم يخلق فراغ، وهذا الفراغ تملاه قوات شر، وتضطر الولايات المتحدة وحلفائها أن تبذل جهود أكثر للقضاء على هذه الشر من لو أن الولايات المتحدة بقت في على دورها. إدارة ترامب تؤمن بذلك، والرئيس الأمريكي هو اللي حدد اتجاه السياسة الأمريكية، والمؤسسات الأمريكية تتبع هذه السياسة. الولايات المتحدة دولة عظمى ولصالح ومصالحها ثابتة، فالتغيرات بين رئيس ورئيس تكون تغيرات، ما أعتقد أنها تكون تغيرات جذرية بقدر ما أنها تكون تغيرات يعني يمكن ربما للمطلع أنها تغير جذري أو تغير حاد، ولكن في نهاية الأمر هناك أشياء أساسية
لم تتغير، لن تتغير. التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن حلفائها في الخليج، أهمية منطقة الخليج بالنسبة للولايات المتحدة وبالنسبة للاقتصاد العالمي، أهمية المملكة في الحرب على الإرهاب والتطرف، هذه أشياء ثابتة ما تتغير. فبالنسبة لإدارة ترامب، الإدارة لها رؤية تتطابق مع رؤية المملكة فيما يتعلق بدور أمريكا في العالم، فيما يتعلق بالقضاء على الإرهاب، فيما يتعلق بمواجهة إيران، فيما يتعلق ببناء علاقات أو إعادة بناء علاقات مع الحلفاء التقليديين، فيما يتعلق بالتجارة والاستثمار، هذه كلها تتطابق مع رؤية المملكة. فمن البداية كانت إدارة الرئيس ترامب واضحة في هذا الموضوع، ولذلك لاحظنا خلال الأشهر اللي فاتت مواقف قوية من الولايات المتحدة ومواقف تتطابق مع مواقف المملكة. وزيارة سمو ولي العهد إلى واشنطن كانت زيارة مهمة جدا. الاجتماعات مع الرئيس ترامب في البيت الأبيض استغرقت بين الاجتماعات وبغدا أكثر من ساعتين، وكان فيه وضوح وكان فيه شفافية وكان فيه تطابق في الآراء، وهذا كده أعطى دفعة كبيرة للعلاقات بين البلدين. التعاون الأمني في مواجهة الإرهاب والتطرف وفي تمويل الإرهاب قوي جدا، التعاون العسكري قوي جدا، التعاون التبادل التجاري والاستثمارات في حجم كبير جدا. فهذه كلها تعطي يعني مؤشر قوي لمتانة هذه العلاقات. ونعتقد أنه اختيار الرئيس ترامب المملكة العربية السعودية لتكون أول محطة له كان خيار تاريخي، يدل على حرصه على التواصل وبناء شراكة مع العالم الإسلامي، يدل على مكانة المملكة في كبلد الحرمين ومكانة المملكة الاقتصادية ومكانة المملكة السياسية. ونتوقع بإذن الله أن هذه الزيارة والثلاث قمم ستنقل العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة وبين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة وبين الدول العربية والإسلامية والولايات المتحدة الأفق جديدة بإذن الله. مولي